معانا 5 كوبايات من الدقيق، والدقيق يكون نوعيه نظيفه ما نجيبوش من عند العطار. هتجيبيه من الفرن الافرنجي بتاعت الفينو، ما عنديش اي مشكله لو سايب. وعرفيه ان انت هتعملي بيه بيتي فور، عرفيه انك هتعملي بيه بيتي فور زي ما اتكلمنا وقلنا اللي لو هتجيبيه سايب، وعرفيه انك هتعملي بيه كحك او هتعملي بيه بسكوت او هتعملي بيه بيتي فور. عرفي بتاع الفرن انت هتعملي بيه. طيب عندي 3 كوبايات من الزبده بدرجه حراره الغرفه، زبده صفراء. عندي 1.5 كوباية سكر بودره، ولازم السكر بودره اللي هعمله يكون منخول. عندنا مصفى هنا، حاطين لي مصفى. عندنا مصفى السكر البودره يكون منخول. طيب عندنا ايه كمان؟ عندي 6 أصفر بيض، عندي معلقه صغيره فانيليا، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. مش عايزه اكتر من كده. طيب الحطه بتاعه المقادير بتفرق معايا، يعني انا ما ينفعش ان انا احط الدقيق واحط الزبده واحط السكر واحط واضرب كله مع بعض. اوعي تعملي حاجه زي كده. طب بعمل ايه؟ بحط الزبده بالشكل ده كده، وتكون بدرجه حراره المطبخ. نعم نعم، صوتك بيقطع. انا هطلع كده الحله بتاعت العجان بتاعتنا، وادي المصفى بتاعتنا، وادي السكر البودره. انا دلوقتي لما حطيت البوله بتاعت السكر البودره تمام، كلها مكتله تمام، علشان كده اتعمدت ان انا انخلها، علشان الكتل دي لو كانت نزلت على الزبده من غير ما تتنخل وتبقى ناعمه خالص كان زمانها نفس النظام، مش هتتخلط الخليط الناعم اللي انا عايزاه، وهتلاقيها خرزت وتلاقيها حببت. طيب دايما 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 بقول نشتري الحاجه من مكان احنا عارفينه، ما نجيبش الحاجه سايبه، ما نجيبش الحاجه لازم تكون الكيس بتاعها مقفول وماركه مضمونه. طيب بصوا كده، فاكرين لما كنا بنجيب السكر البودره ونقول ايه؟ السكر ده ما بيحليش، في حاجه ناشفه في المقدار، في حاجه مش مظبوطه. في سكر بودره بيتباع مخلوط بنشا، وفي سكر بودره بيتباع مخلوط بدقيق، ان هم يزودوا الكميه لكن كلها ما بتبقاش سكر. علشان كده بتكلم في الموضوع ده، اللي انتوا شايفينه ده انتوا مش هتصدقوا ده ايه. بص كده يا ياسمين، انا لو ما كنت صايمه كنت حطيته في بقي ودقته. رز، شايفه؟ طحنين رز مع السكر ده لما نيجي نعمل بيه مثلا، مش هنرشه بس على الوش كده، هو اكيد الكميه بتاعتها اقل من السكر، فتحسوا ان هي مش باينه بس تقل. في ناس زي ما قلت لكم بتحط نشا، وزي ما قلت لكم في ناس بتحط دقيق مع السكر البودر. فده ده رز مطحون، فانا مش يعني مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. الله يصلح حالهم، الله يصلح حالهم. علشان كده لما بنيجي نعمل حاجه حلويات وبيكون داخل فيها سكر بودر وتلاقي المقادير باظت، طب هي باظت من ايه؟ والله ده انا حاطه المقدار بالظبط. طب انا هعيد تاني، ترجعي تستخدمي نفس السكر اللي انت بتجيبيه، برده نفس النظام، في حاجه مش مظبوطه ما بتعرفيش توصلي لها. بتحطي في دماغك ان انت تستخدمي 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 لحد ما كميه السكر اللي عندك البودره تخلص، وترجعي تجيبي من مكان تاني، او لو انت بقى هتجيبي من نفس المكان هتلاقي نفس المشكله، وهتحطي في دماغك ساعتها ان انت ايه ده، انا مفيش حلويات بتظبط معايا، مفيش مقادير بتظبط معايا، وانت يا عيني مش عارفه ايه اللي بيحصل. فنخلي بالنا من الاماكن اللي بنشتري منها. حلت سلاح الكف ورحت حاطه سلاح السلك زي ما انتم شايفين كده. بصوا لون الزبده عامله ازاي، شايفين الخليط عامل ازاي، هو ده اللي انا عايزاه. هبدا ان انا انزل ده كده تاني، وابدا اروح منزله وهو شغال الصفار البيض اللي حطيتها للفانيليا شويه شويه. مجرد ما نزلت البيض، السلاح العجان بتاعنا اللي هو السلك مهمته خلصت. راح عامله كده، بالشكل ده اهو معانا، واروح جايبه سباتوله ناعمه علشان الم بيها الجوانب كلها، بالشكل ده كده. كده لميت كله
في نص حلة العجان، ارجع اروح حاطه السلاح بتاع الكف عشان اعمل ايه؟ الم. انا مش عايزه اخلط، علشان مش يعني مش بعمل عجينه عايزه لها عرق، مفيش الكلام ده، انا بعمل عجينه ملمومه. هعمل كده البيكنج باودر الاول، وهنزل بكميه الدقيق بتاعتنا شويه شويه. مش معنى كده ان انا ممكن ما اخدش الخمس كوبايات، ممكن ما اخدهمش فعلا، ممكن فعلا ما اخدهمش، وهنشوف هناخد قد ايه، يا ناخد الخمسه كلهم يا ناخد اقل. هبدا ان انا اشغل بقى على الهادي، لان انا بلم مش بعجن، بلم مش بعجن. شفتوا؟ نزلت حوالي اربع كوبايات، وادي الخمسه. عايزه الم ما عجنش، وهوريكم دلوقتي قوام العجينه اللي انا محتاجاها هيكون عامل ازاي. بصوا شايفين؟ هعمل كده يا روحي عالدوبان، يا روحي عالدوبان. طيب نطلع كده بايدينا يا ياسمين. بصوا بقى ادي العجينه اهي، لما اعمل كده انا حتى وانا ماسكاها في ايديا ما لزقتش في صوابع اهي. بصوا طريه خالص، تتشكل بسهوله لكن ما فيهاش تلزيقه اهي. شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. العجينه بتاعتي كده جاهزه. طيب عرفتي منين ان هو هياخد اربع كوبايات بس مش خمسه؟ وانت ساحره؟ لا مش ساحره، لا مش ساحره، بس انا عارفه وتعودت ان العجين او الدقيق خداع. يعني ايه الدقيق خداع؟ يعني انا ممكن ابص للدقيق كده واقول ايه؟ اه المقدار بتاعي خمس كوبايات ماشي، بس لو الدقيق دوت انا اول مره استخدمه ومش معلب او مش مقفول او مش اكياس وقلقانه منه، فشيء طبيعي ببقى قلقانه، شيء طبيعي ببقى مش فاهمه، شيء طبيعي ببقى مش عارفه كثافه الدقيق دي عامله ازاي، هيسحب مني قد ايه سوائل، هياخد مني قد ايه سوائل، السوائل اللي انا حطاها دي تمام عليه ولا لا. فده كله في اسئله انا بسالها لنفسي. علشان كده بعمل ايه؟ علشان كده حطيت اربع كوبايات، هما اصلا المقدار خمسه لكن انا حطيت اربعه، حطيت اربعه ليه؟ علشان اشوف هل هو هيحتاج الخمسه ولا مش هيحتاجها، هل هو هيحتاج الكوبايه الخمسه ولا لا. انا حطيت الاربعه ورجعت بعد كده اختبرت ملمس العجينه في ايديا ووريتكم امتى اعرف ان العجينه دي هو ده القوام اللي انا عايزاه. اهو تمام. تمام نعمل كده، سقطنا الحلوه او الصواني بتاعتنا الحلوه. محتاجه تعمليه بالكاكاو زي ما احنا عاملين شويه بالكاكاو كده، ما عنديش اي مشكله. بتاخدي جزء من العجينه، بتاخدي كوبايتين اسفه معلقتين، بتاخدي معلقتين من الكاكاو تحطي عليهم شويه زيت صغننين قوي يدوب، ما تاخديش ال بسم الله، ما تاخديش الكاكاو تحطيه على العجينه، شيء طبيعي هينشف معاكي وهتلاقيها قاسيه ومش هترضى تتقطع. عشان كده ده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا لما نيجي نحط الكاكاو نعمل ايه؟ نخفها بمعلقتين من الزيت. حطيت الكيس بالشكل ده كده علشان اكيد شيء طبيعي ان انا ادي العجين كله اللي انا حطيته اهو، ما اجيش امسك الكيس من هنا وابدا ان انا اقطع، مفيش الكلام ده. طب اقطع بسهوله ازاي؟ بقسم الكيس او الخليط اللي انا حطاه على اتنين، بعمل كده على قد ملمس ايدي اهو، ده ملمس ايدي ماشي، اروح انا اسمى كده اهو واروح جايه هنا برمه، ده البرمه اللي انا ببرمها دي كده بتخليني امسك الكيس من هنا بكل سهوله، باقي العجين محطوط فوق ابدا اشكل زي ما انا عايزه. ده بيسهل لي كتير الشغل التاني. ارجع اعمل كده العجينه بتاعتنا، الصينيه بتاعتنا ما بندهنهاش اي حاجه، وارجع اعمل كده. شايفين الشكل؟ البيكنج بودر اللي احنا حاطينه هيطلع لك نفس الحجم ده، هيعلى سنه. البيكنج بودر اللي احنا حاطينه اللي هي نص معلقه صغننه مش هتكبر لي البوتيفوريه بتاعتي وسع،
لا هي مش هتوسع، هي هتعلى، هتقب، هتبقى منفوشه اكتر معي. يلا بينا، بسم الله. شايفين الحجم انت اللي بتتحكمي فيه بالضغطه بتاعتك. بصوا سهل وبسيط ازاي، اسهل من كده مفيش. مقدار مظبوط، عرفتك ازاي اعمله، عرفتك ازاي امتى اشوف الزبده عايزه ايه، عرفتك ازاي القوام بتاعه امتى اخليه يبقى دايب دوب وامتى اخليه يبقى ماسك نفسه شويه، بيطلع معاكي كده. طيب درجه الحراره قد ايه يا نونا؟ درجه الحراره 160. ايه ده، هو مش 180؟ لا مفيش 180 دي، مش انت حطي فوق وتحت. وهنشوف دلوقتي التسويه بتاعت اللي احنا لسه عاملينه قدامكم عامله ازاي. نعمل كده كده، نقفل ونطلع فاصل، نرجع من الفاصل ما بياخدش دقايق، كبيره قوي 7-8 دقايق. اهم حاجه ان الفرن يكون سخن قبلها ومش بكتير، والدرجه بتاعته متوسطه او الدرجه بتاعته مظبوطه. ولو ما عندكيش درجات حراره تعملي ايه؟ حطي في الرف الوسطاني وخلي درجه النار بتاعته هاديه، مش هاديه قوي ولا عاليه قوي عشان يطلع معاكي. دي الشوكولاته بتاعتنا الابيض والبني زي ما انتم شايفين كده مسيحينها ومش عايزاها ان هي تقفش علشان الجو. طيب ده اللي طلع من الفرن، انا عايزه اقول لكم ما بيقعدش خالص في الفرن، درجه حراره 160 ما توصلش ل 180. نسخن الفرن قبلها علشان نطلع بالشكل ده والتسويه المظبوطه بالشكل ده. قلت لكم قبل ما اطلع فاصل لما نيجي نسوي بتيفور بني لازم نحطه مع ابيض، يعني لو الساق كله بني لازم نحط على الاقل واحده بيضه، علشان مجرد ما البيضه تستوي، ايوه ما انا بقول لك اهو، علشان لما الاقي البيضه استوت اعرف ان البني استوى، ما اسيبهوش واقول ايه لا ده لسه ما استواش وارجع الاقيه بعد كده اتحرق واتحمس معايا وارجع اقول يا ريت اللي جرى مكان. فلما بنيجي نعمل ساق بني لازم نحط معاه واحده بيضه علشان مجرد ما هي ما بتستوي بنعرف ان الباقي استوى خالص. طيب زي ما انتم شايفين كده بنبدا ان احنا نجيبه البتيفور بعد ما بيبرد خالص، نمسكه بالراحه، نبدا ان احنا نلزقه بمربى ونرجع بعد كده نشكله زي ما احنا عايزين، زي كده زي كده بنبدا نلزقه بمربى تمام، وارجع اشكله زي ما انا عايزه. عايزه تشكليه كده بشوكولاته بيض واروح مغطسه مثلا في بندق بالشكل ده كده اهو، عايزه تاخدي مثلا دي بشوكولاته بني بالشكل ده كده وتغطسيها مثلا في جوز هند، هيطلع معاكي كده. عايزه تعملي مثلا ايه، تلزقيها بمربى وتيجي تغطسيها هنا الطرف بتاعها بمربى وتروحي منزلاها في سوداني، هتلزق معاكي برضو بالشكل ده او بالسكر. اسهل من كده مفيش، اهم حاجه يبرد معانا، اهم حاجه تزيني بالطريقه اللي انت عايزاها، واهم حاجه تمشي على المقادير مظبوطه، تمشي على المقادير مظبوطه بالراحه. لو انت اول مره تشتغلي في حاجات العيد ونواعم العيد ما تخافيش وما تقلقيش من حاجه، ما تخافيش وما تقلقيش من حاجه، جمدي قلبك كده واشتغلي وتوكلي على الله. اول مره تجربي الحاجه جربي يا ستي في كميه قليله، جربي في كميه قليله لحد ما تشوفي مثلا المره دي ما ظبطتش منك في حاجه، المره دي مثلا طلع السكر كتير شويه، المره دي مثلا الدقيق طلع مش مظبوط شويه، عايزه مثلا المره الجايه تكون ماسكه معايا شويه العجينه او اشكل اشكال اكتر او ازين تزيين مختلف، كل ده يعني بالممارسه وبالتدريب هيطلع معاكي زي الفل. مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجة اسمها لا أنا بخاف، مفيش حاجة اسمها لا ده مش هيطلع معايا مظبوط، مفيش حاجة اسمها لا أنا عمري ما عملت حاجة زي كده فأكيد هيبوظ مني، يبوظ منك ليه يا ست البنات؟ يعني هو احنا أصلا مولودين من بطن أمنا بنطبخ؟ لا مفيش حاجة اسمها كده، عملنا قبل كده ومرة واتنين وعشرة وبيبوظ مننا ونرجع نعيد تاني ويبوظ مننا أو يطلع المرة اللي بعدها مثلا ناقصه حاجة، مفيش أي مشكلة، اعملي وتوكلي على الله هيطلع معاكي زي الفل. كل سنة وانتم طيبين، يعيد عليكم الأيام كلها بخير يا رب.